كان عالما جليلا بروم خم خم بوم مغلو عرفنا فيه من مؤلفاته الحرص على تربية أجيال المسلمين ليغا خانو لي سيرنو نانكو سي لي مو بيند سي تير لي في دون جوبل ييب موي تربية اك يار جولي يار بو سل هذه القيم الإسلامية العظيمة التي عرفناها في مؤسس هذه الطريقة وفي أحفاده من بعده لولو خامن يو خامن نكو سي اي فالور يو باخ سي سيرن بي غيناوي نيو خامكو سي اي دوم اك اي ستام هي القيم الإسلامية النبيلة التي زخر بها تراث الإسلام وهي القيم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس العالمي للدعوة الإسلامية إنما نجتمع لبعث هذه القيم من جديد وقت wo xamne ni ñun ñongi dajé ci al majlisul alami li nga xamne li mom lañu def rek moy di gëstu ak di yër valeur yi nga xamni mo nek ci bir islam nek ci liggéey cheikh ahmed bamba nahnu nutabi' fi majlisina fi ijtimaat mutaaddida fi anha' al alam al islami al turuq al tarbawiyya wal ilmiyya allati nuhaqqiqu biha غرس تلك القيم في نفوس المسلمين وقت وخان وي نيغي داجي تي داناي داجي اي يون يو باري 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 اك فوم مان دون تي ادونا ليغا خان لي مو موي سوني ليغي رك موي دي خول ناكا لا نوي جانغي يون ييغا خان لي بونتا جاري داناي مانا جيمبت جي كوي رافيت يوي لا تي يارمو جوليت ييب ووجودنا معكم اليوم ولله الحمد هو تاكيد على اهميه غرس القيم الإسلامية الأصيلة في نفوس الشباب وفي نفوس المسلمين جميعا سونيو تيو في دارا لوماي فدي رك خير غيغا خامني غي خير نانكو غير جيمبت ديكوي رافيل يوي لي تي جيم جولي دي نحن نشكركم جزيل الشكر على استقبالكم لنا نيوغي لاي سانت سانت بو وير تي نيغا خام بي نونو غانو غاتانو تيرو ونؤكد لكم أن هذه الدورة التاسعة للمجلس العالمي للدعوة الإسلامية جاءت موفقة بعقدها في هذا الباد الكريم السنغال نيغ لين خامل لي جوروم نينتيرو داجي بيغا خان وي موم لا سوني كونساي مي داجي نيونا ني عمل كو في السنغال تي نم غن رافيتو انا امين السنغال الذي عرف دائما بانه منطقه التحدي والجهاد الاسلامي السنغال نك بارام لا بو خام بي لنجكو خامي ريك موي تاخاو غير ار الاسلام ونحن سعداء ان اجتمعنا هنا في السنغال برعاية رجل عظيم هو فخامة الرئيس عبد الضيوف فهو بحرصه على شؤون بلاده وعلى شؤون العلاقات الإفريقية والعلاقات بين الدول الإسلامية يمثل شخصية إسلامية ممتازة تحقق الخير للمسلمين خير بيغا خامل جي خير نكو سي سنغال خير كو سي ديغنت سنغال اك ريو جول ليب تاخنا با موم فوم تولو ميغي ليغي سي ليغي بو خاني بي دو داف دارا لو موي جيمال سنغال اك جول لي سي كانام وهو تابع ويتابع بكل حرص اعمال هذه الجلسة التاسعة للمجلس العالمي للدعوة الإسلامية ميغي توب دي ديغلو دي ديغلو دي نيميكو ليب لو خاملي جوغينا سي سون نيت جوروم نيتيرو داجا بي بو كونساي مونديال دو لا دعوة الإسلاميك ونرى فيه الرئيس المسلم الذي يهتم بشؤون الإسلام وبشؤون الدعوة الإسلامية وبشؤون المسلمين ليغا خاملي نيميكو نانتي موم مودي بريزيدان لا بو خام بي اك جوليتام ماتنا ليغا خاملي موم موي يتيم ييب موي ميرو جوليدي اك فوج ماندي نيك لقد رأينا في حفل الافتتاح الذي أشرف عليه بنفسه وألقى فيه خطابا ممتازا رأينا علماء هذه الأمة وشيوخها ورجالها وهم يجتمعون تحت رعايته ليحتفلوا معنا بافتتاح هذه الدورة ونحن سعداء أنكم قد تفضلتم أيها الشيخ الأكبر بإرسال فضيلة الشيخ محمد المرتضى مبكي ليكون من بين هؤلاء العلماء والشيوخ والزعماء الذين حضروا حفل الافتتاح bokku na ci li nga xamne li mo ñu gëna bëglo bi nga yonne serigne mohammed murtada mu ñew téwal la fofu le dendando ak yeneen serigne ak yeneen borom xam xam bi laqad mathalakum ahsana tamthil togal na la fa taxaw togay bu rafet wa nahnu qad arifnahu wa arifna an tariqihi
فضيلتكم وعملكم من اجل الاسلام والمسلمين من خلال الطائفه المريديه موم خم نانكو بوبا تي موم لا نجاري با خم لا خم ليب ليغا خم لي نكو ديف في نيار ني مريد وكان له دور كبير في اجتماعات القياده الشعبيه الاسلاميه وتاسيسها امنا تانك يو خم ني دوخ نكو اك ليغي بو خم ني ديف نكو سي ريونيو بيغا خاني القياده الشعبيه موي مبولو جيتاي مبولو جوليدي ام نانكو سي سين ريونيو يوي خم ني نكو ام وقت نك وبوجوده أصبحت طائفة المريدية عضوا مؤسسا للقيادة الشعبية الإسلامية والعالمية وعضو في الأمانة العامة التي تشرف على نشاطها وبوجوده أصبح للسنغال ثلاثة أعضاء في الأمانة العامة للقيادة الشعبية الإسلامية téwayam taxna ba sénégal amna ñetti membre yo xamni ñom ñokay togal fofu la ci secrétariat général na ko fi dunya mohammed ni ant rahman na ko la ko ñu ci wa turafun ñu lam ñew ñu lam ñew ñu musulu ñu mu maadiya te ñaa ba bu ma qadam ni saaro allah taay mu la xé bu ñu taxu ñu la ci faayx ñu ñu ko ñu xé xoy fi dunya ta jaan leni ak so ma qal ya لا كسروا نقل لا إياه أني هلك بينكم وبينها تلقينا موتاك إني خيركم من طالهم حسن عملي وصلكم من طالهم ساعة عملي يخفر الله جيلكم لجين المثلين آمين فلا تهيا على الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلانا حامية تستيقظ من المانية
عليه السلام مطعم وعين لا يقوم ولا يقوم الجنود ونوت الله وجنود سميع عاقب الجنة الحالية لا أدنى ولا يقوم يا من جاري كاسر ومحرص وحسر ومعطار أنا ما يكونت بسم الصعبين بسوسة ولا يكون إذن مثل أخذ خط فلا سماء تروض الحق الجبال كيف نسبت والأرض كيف ستحت أسكر لنا أنت مسكر لا تعلم مثلسي إلا من طول وقرار ما أسمع الله أسعاب الأكبر من أجلنا يابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله أكبر سمع الله الله الحمد الله 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 أكبر الله الله أكبر وصل للحق من الحق المبين ليقاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلقي اللهم بأغوينا إدالا الكريم تسلم الله عليه وسلم وعلى آله وسهبه وخديمه وسلم تسليما يا من جالا في أمور سري سلوم بك ابن الشيخ القديم وقران جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يا سري مرتضى بك ابن الشيخ القديم taxawal ay institut al-azhar ci rew mi ba gambie ba gabon jité won ay talibé américain yu ñuul tabaski ca new york ñoñu nak fas yene di sante fuñu tollu cheikh ahmadou bamba mi ñu yému ci mom ci mayi ko yalla may wajhadu kulli bi amdin wa shukr إلى ولي المؤمنين وزكور وجهد كلي بأمد وزكور إلى ولي المؤمنين وزكور في السخنة ميمونة بكة بنت خادم الرسول كمطول ميتم في جنگ القرآن سنو في جوجي نك دغلو سيرين مبكة فاجانو من جنگ القرآن كل من ليس يكون مؤمنا يا أزو دفن الإسلام كل من ليس يكون مسلما يا زمن نبتنا بأفضل الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ñu jëlon nak enregistrement vidéo bo xamni dañu bëgg mu dess ci talu bi muy denk bo xamni it bonu ko waxé nu man ci jaar ndax nu man am ngeureumal Serigne Touba mom lañ bëggoon bu ñu ñëwé tay ci waxtaan wi ñu fekk fi tay ci biir ke Serigne Mohamed Moustapha Bassirou Mbacké nga waxtaané ko ak ñun ndax rek nu man ko barké lo Mbacké